أعطى والي جابس بحضور معتمد مارث ورئيسة بلدية الكتانة والمندوب الجهوي للفلاحة ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري إشارة انطلاق موسم جني الزيتون، وقدرت عفوا المصالح الفلاحية بجابس صابة الزيتون لهذا الموسم ب50,000 طن مسجلة تطورا بنسبة 20% مقارنة بالموسم الماضي. بشير دادي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بجابس، يتم اليوم افتتاح موسم جني الزيتون 2019-2020 بولاية جابس. تقدر صابة الموسم الحالي ب50,000 طن، منها 45,000 طن في القطاع السقوي و 5,000 طن في القطاع المطري. هناك تطور مقارنة بالموسم الفارط بنسبة 25%، أي بزيادة 10,000 طن مقارنة بالموسم الفارط. القطاع هذا يشهد تطور في عدد الغراسات وبالتالي في المساحات في القطاعين السقوي والمطري، وآفاق القطاع واعدة بالنسبة لولاية جابس بالنسبة للسنوات القادمة. بطبيعة هناك بعض الصعوبات وبعض الإشكاليات اللي تمس القطاع، هو جانب التكوين خاصة في القطاع المطري، كل ما هو عناية بشجرة الزيتون الصبيرة والعناية بها طوال الموسم. بالنسبة للقطاع السقوي أهم الإشكاليات المطروحة في الحقيقة هي لربما جزء منها في حاجيات المياه الري، والجزء الثاني في اليد العاملة بالنسبة للضيعات اللي تكون عندها مساحة متوسطة ولا كبيرة. اليوم إن شاء الله في جابس انطلاق افتتاح موسم زيتون، الحمد لله فما بوادر متاع موسم طيب، وفما معناها صابة تقديريا توك ب50,000 طن وقادرة أنها تكون أكثر إن شاء الله. نتمنى على كل حال أن تلقى كل الاليات الكفيله باش نجموا نلموا الصابه هذه ونستثمرها احسن استثمار في صالح الفلاحين وصالح اصحاب المعاصر والمصدرين، وكيف كيف معناها للاقتصاد الوطني. اليوم ما يخفكمش اللي الصابه معناها ان شاء الله على مستوى وطني فما صابه باهيه. الاشكال اللي يبقى ديما معناها راهين استثمار هذه الثروه الطبيعيه معناها من الزيتون وزيت معناها باحسن ما يمكن، وهو ممكن 3 عوامل اساسيه اللي هي في اول في في في, في عند المنتجين نلقوا شوي صعوبات خاصه في اليد العامله وفي نقلهم زاد كيف هذه ان شاء الله تضافر جهود الناس كله ونتجاوزوها. في على مستوى التحويل في المعاصر ان شاء الله نقولوا السنه معناها ما يكونش فما ضغط كبير على المعاصر، وبالتالي معناها يكون عصر الزيتون ما تعرفوا اذا كان ما يطول شوي في المعصره ما يبداش عندنا النوعيه الجيده، وان شاء الله تكون معناها هذه فرصه للمعاصر باش يداركوا الوضع هذا وتبدا ديما الجوده نتاع الزيتين نتاعنا على مستوى جيد باش نجموا نصدروها في الاسواق معناها بكيفيه جيده. المشكل الثالث اللي هو ربما تواكى فما بوادر ان الفلاحه متخوفين منه هي فتح الاسواق. فتح الاسواق كما تعرفوا عام الاول صابت عام الاول ما مشتش كم يلفوا في التصدير. السنه ان شاء الله وزاره الفلاحه وزاره التجاره مع اتحاد الفلاحين مع كافه الهياكل وديوان الزيت وخاصه دعوه الى ديوان الزيت انه ياخذ